كيف السبيل لإنقاذ تونس؟ إذا كان كنا نريد إنقاذ تونس بحسن نية سيد البابا، إذا طلعنا تقارير الدولية هل استتب الأمر لسعيد أم أن راه الجوع والغضب الذي بدا واضحا الآن من خلال تدهور المقدرة المعيشية للتوانسة وآخرها المعهد الوطني للإحصاء صرح بأن تقريبا 7.2 نسبة التضخم في هذا الشهر الأخير، وخبراء آخرون قالوا إن التضخم في المواد الغذائية فات حتى 15 ولا 12، يعني مش في جل المواد. هل استتب الأمر سيد بولبابا أم أن الجوع قد يعصف مبكر بمشروع سعيد؟ في البداية تعقيب صغير حول الحوار الوطني. طبعا الحوار الوطني أنا ذكرت حتى في مقال منذ نشر منذ 3 أيام أن هذا الحوار هو في الحقيقة لن يحصل كما يتصوره البعض، لأن بالنسبة للرئيس قيس سعيد فإن الحوار قد حصل مع الشعب من خلال تلك الاستشارة التي ولو كانت يعني فاشلة ونسبة المشاركة فيها ضعيفة. لكن هل يعقل يا سيد بولبابا هل يعقل أن يبني رئيس الجمهورية مشروع سياسي الله أعلم متاع في رأيه متاع عقود على استشارة فاشلة أنصاره قبل خصومه قالوا فشل ذريع؟ أي به أي هي زي توا احنا توا أنت تتحدث هذا على ما يجب أن يكون، أنا أتحدث الآن عما هو كائن. نعم. يعني هنا أنت تتحدث ربما عن بعض الأماني التي تراودك وتراود الكثيرين، ولكن الواقع يعني وبالحقيقة هنا لنكون واضحين أستاذ حسين، يعني روى الرئيس قيس سعيد هو يعني لا يؤمن كثيرا بالحوار مع الأحزاب، يعني ربما الآن التونسيون يكتشفون فكرة، هو يعني هو قبل الانتخابات وفي تصريح شهير يعني معروف اللي هو حوار مع جريدة الشارع المغاربي تحدث عن رؤيته، هو لا يعتبر أن الأحزاب تجاوزها الزمن وتجاوزت الأحداث وأنها طبعا قد تضمحل في المستقبل، ولذلك يعني لا يؤمن بالأحزاب أصلا، ليس بالحوار، هو لا يؤمن بالأحزاب أصلا، وحتى الأجسام الوسيطة ولا يؤمن أصلا حتى بالأجسام الوسيطة يعني مثل المنظمات وغيرها. نعم. وحتى يعني بعض اللقاءات هي فقط لربح الوقت لا أكثر ولا أقل، بالتالي هو مشروعه هو الذي يعني الآن يعني الاستشارة من قام بها الاستشارة؟ هل قامت بها هيئة مستقلة؟ قام بها يعني الفريق القريب من الرئيس وفيها يعني المشروع ووضع فيها للرئيس. الدولة والإدارة. واضح. نعم. واضح يعني إذن فبالتالي هنا مسألة النظام الرئاسي والانتخابات على الأفراد وليس على القائمات، هذا في إقصاء الأحزاب كما سنرى، وكذلك بالطبع هنا مسألة يعني الإجراءات والطريقة الحكم المحلي والبناء القاعدي وما شابه ذلك. بالتالي هنا مسألة الحوار أنا أعتقد أنها لن تحصل ولن تحدث، يعني وما يحصل من تصريحات هنا وهناك هذه سمعناها أكثر من مرة ولا وجود لها، يعني هو رفض أكثر من مرة دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل وانتقد حتى البعض منها، يعني فبالتالي هنا لا أعتقد أن هناك حوار سيحصل سوى ما حتى الأحزاب التي تقول الآن أنها قريبة منها وتتقرب منه، يعني هي ربما تقوم بمهام لم يكلفها بها، وأن نرى يعني حتى أحد أكبر الداعمين للرئيس قيس سعيد يعني أحد مفسريه قال بأن حتى حركة الشعب التي نعم هذا كنت وصفها قال لن تكون موجودة في الحوار، يعني فبالتالي هنا على من تتحدث. بالنسبة للمسألة الثانية هو دائما الآن يعني من مع الرئيس؟ الرئيس معه أساسا القوة الصلبة للدولة التي هي طبعا الأمن والجيش. المسألة الثانية كذلك لنكون واضحين أن هناك أيضا جزء من الرأي العام، لا ننسى جزء من الرأي العام هو كذلك ما زال مع الرئيس، يعني هذا مسألة النسبة كم تكون يعني مقدارها هذه مسألة أخرى، لكن يعني إرث السنوات العشر السابقة ما زال موجودا عند بعض التونسيين خاصة لدى الفئات ربما البسيطة، وكذلك حتى لدى بعض يعني التيارات الاستئصالية الفكرية وبعض كذلك الشخصيات التي رفضها الصندوق الانتخابي التي تريد أو ترى في ما حصل ربما هو إنقاذ نفسها لأن تعرف أن الديمقراطية قد ربما كشفت حجمها الحقيقي. نعم. وبالتالي تريد الديمقراطية. إذن فبالتالي المشهد بهذه الصورة هذا الآن ربما بعد فترة، يعني أنت لو تلاحظ جيدا يعني يوم 25 جويلية ربما 2021
كان هناك نوع من الموجة العارمة أو العامة التي فيها مساندة، لنقول هناك نوع من المساندة، ولو أنا ليست مساندة مطلقة وكبيرة، لا هذا غير صحيح، لكن كان هناك، لأن كان هناك وعود. لكن الآن بعد 9 أشهر من هذا لم تتحقق تلك الوعود التي أطلقها. الآن هناك ارتفاع كبير في الأسعار، هناك تردي المقدرة الشرائية، لم يحاسب الفاسدين الكبار، بل ملاحقه يعني بعض المدونين او بعض يعني السياسيين المعارضين احالتهم على القضاء العسكري، لم تدم هناك مساله استرداد الاموال المنهوبه. يعني تم، هل فشل سعيد في كل وعوده؟ لا، هو بكل تاكيد يعني اغلب الوعود التي اطلقها، خاصه في تحسين ظروف حياه الناس وفي يعني اساسا وحل المشكله الاقتصاديه، ليس هناك برنامج اقتصادي. الان مثلا الجميع يتحدث عن ارتفاع اسعار المحروقات، والبعض للاسف يربطها بارتفاع اسعار النفط في العالم او نعم. في الحرب الاوكرانيه، بينما هي موجوده منذ القانون الماليه في ديسمبر 2021 للميزانيه 2022. هناك رفع تدريجي للدعم، توقيات صندوق النقد الدولي، حتى وسيتواصل هذا الارتفاع حتى سبتمبر القادم لتصدر. والغريب سيد قلبابه، حتى نمر الى ركننا، نعم الغريب أن الاتحاد العام التونسي للشغل الآن يقول أن الاتحاد لن يوافق على رفع الدعم، في حين عمليا هل شفنا الآن وكأني بالترفيع في الأسعار ما عادش شهريا أصلا ولا كل أسبوعيا، يعني يقول لك ما نقبلش بالدعم، ولكن عمليا هو الآن وصل 2500 تقريبا ليسونس في تونس، هيك ولا لا؟ لا يعرف، لا هو الاتحاد يعرف جيدا ذلك، نعم، ويعرف ان هناك اجراءات مؤلمه، ويعرف ان هناك رفع، يعني الرفع الان في الاسعار ليس كما كان في السابق ربما في عهد حكومه مزالي في بالعشرين نعم 35، لا لما صار يعني رفع سعر الخبز من 80 مليم ل 170 بتوصيه من صندوق النقد الدولي وقتها سنه 1984، يعني لم يكن بهذه الصوره. الان يتم رفع تدريجيا، يعني ترى الان بعض المواد الاساسيه ترتفع اسعارها، وهذا يلاحظها المواطن. الاتحاد يعرف ذلك جيدا، ولكن الاتحاد الان طبعا وضعه ليس كوضع الاتحاد قبل 25 جويلية عندما كان يصول ويجول ويفرض اجندته على الحكومات المتعاقبه. لا يعني الان الامر مختلف تماما. ما عادش اكبر قوه في البلاد؟ لا 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 لا، يعني هناك الان نوع من التماهي، هم لا هم ساندوا الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية، الاتحاد سانده في ذلك. ربما هناك كان ينتظر رؤيه تشاركيه، ولكن الرئيس رفضهم، رفض نعم. هذه الرؤيه التشاركيه.